لمزيد نتابعه حول هذا الأمر من المغرب ينضم إلينا هاتفيا دكتور أشرف إبراهيم السفير المصري بالمغرب. معالي السفير أرحب بك إلى هذه النشرة، بداية حدثنا عن الاستعدادات الخاصة بهذه المباراة وبالبعثة المصرية. أولا أهلا بك وبالمشاهدين. طبعا هي فرقة الأهلي وصلت أول امبارح في حدود الساعة 9 بالليل وتم تسكينهم والأمورهم كلها مشيت الحمد لله بسلاسة تامة. أنا أمس كنت في زيارة لرئاسة الفريق للإطمئنان عليهم، التقيت بالبعثة وبعدين التقيت بكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة. البعثة يعني الحمد لله أمورها كلها طيبة، الأمور ماشية بسلاسة، في تصميم من الفريق على الفوز بتركيز يعني جامد على المباراة. كان في تدريب أول امبارح يعني أمس كان في تدريب وإن شاء الله النهاردة في تدريب أنا هكون معاهم بإذن الله. ماذا عن الحضور الجماهيري في هذه المباراة معالي السفير؟ الحقيقة طبعا ما فيش حضور جماهيري، إجراءات الاحترازية اللي وضعتها الحكومة المغربية لا تسمح بحضور جماهير في أي مباريات، وده مطبق من مارس 2020 وحتى المباريات الأخرى التي أقيمت. يعني كان في مباراة نصف النهائي اللي كانت بين بيراميدز والرجاء البيضاوي في كازابلانكا في الدار البيضاء، كانت برضه بدون حضور جماهيري رغم موافقة الاتحاد الأفريقي على حضور 5000 مشاهد، وبالتالي لن يكون هناك أي جماهير، سيقتصر الحضور على الباحثين وعلى السفيرين من البلدين وأعضاء الاتحاد الأفريقي. طيب، وعلى ذكر الإجراءات الاحترازية معالي السفير، كيف كانت الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها مع البعثة المصرية للتحضير لمثل هذه المباراة؟ طبعا الإجراء الاحترازي الرئيسي هو طبعا أن الفريقين بيخشوا في ما يسمى فقاعة، يعني بيوصلوا من المطار للفندق، ويعني كل تحركاتهم بتبقى فقط من الفندق إلى مكان التدريب والعودة، وفي آخر يوم طبعا بيبقى الانتقال للملعب وتنتهي بعدها، وهو عموما الاهلي هيسافر بعد المباراه مباشره. فهي دي الاجراء الاحترازي الاساسي اللي معمول بالنسبه للفريق. وزي ما قلت بقى باقي الاجراءات الاحترازيه عدم وجود جماهير، وطبعا في الفندق المفروض انه البعثه تكون يعني الى حد ما هي مش مختلطه بباقي الوزراء. دكتور اشرف ابراهيم السفير المصري بالمغرب، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.